في بداية اللقاء نحب نرحب بالأستاذ الدكتور، تعرف باسم حضرتك دكتور؟ عفيفي فهمي عفيفي، أستاذ أمراض باطنة طب جامعة الزقازيق ومدير مركز الكبد بجامعة الزقازيق. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بك فندم. ما هي أسباب أمراض السكر؟ الحقيقة لما نيجي نتكلم عن سبب مرض السكر لازم نتكلم على نوعين من مرض السكر أو النوعين الرئيسيين، لأن برضو في أنواع أخرى. النوع الأول اللي هو النوع اللي بيصيب في الغالب صغار السن، وده بنسميه تايب 1 دايابيتس أو النوع الأول من السكر، وده تقريبا بيجي في السن الصغير زي ما أنا قلت، وبيبقى فيه نقص كامل أو تقريبا يعني عدم وجود الإنسولين في الجسم، وده نوع بيعتمد في علاجه على الانسولين. النوع الثاني اللي هو بيصيب في الغالب الادلتس او الناس الكبار، وده اللي بيجي للناس الاكتر، بيبقى عندهم سمنه، عندهم العنصر الوراثي قائم، ويبقى فيه نقص في نسبه الانسولين وفي مناعه لماده الانسولين او لهرمون الانسولين اللي موجود في الجسم. الحقيقه هذا المرض بيعتمد في علاجه على الادويه او على العقاقير او على الحبوب اكتر من الانسولين. دول تقريبا النوعين الرئيسيين للسكر. ما الجديد في علاج مرض السكر النهارده يا فندم؟ الحقيقه دايما في تطور في النوع الاول على مستوى الانسولين وعلى مستوى انواع جديده من الانسولين وعلى مستوى طرق جديده، لان الانسولين يدخل الجسم عن طريق الانف، في بخاخات جديده للانسولين ودي لسه في طور التجارب، ولكن دخلت الى مرحله من التجريب، ويمكن الهيئه الامريكيه للدواء اعتمدت بعض الانواع منها دلوقتي. وفي انواع من الانسولين اللي هي قصيرة المفعول، وفي أنواع من اللونج أكتنج اللي هي طويلة المفعول، وفي أنواع منها بتتمزج في سرنجة واحدة. في أنواع جديدة من الأدوية بتختلف عن الأدوية المعروفة زمان اللي هي كانت الميتفورمين أو اللي بنسميها ومرة عارفينها بالجلوكوفاج أو محفزات إفراز الإنسولين من البنكرياس. في أدوية جديدة بقت بتشتغل مش على محفزات الإنسولين بس اللي هي خلايا بيتا، لا، في أنواع جديدة بتشتغل دلوقتي على حركة المعدة وعلى امتصاص السكر من الأمعاء وعلى خلايا ألفا مش خلايا بيتا بس. ففي أدوية كتير الحقيقة، وكل ما بيكون عندنا أسلحة أكتر وكل ما بيتيح لينا ضبط السكر بشكل أفضل. يعني ما هي الفحوصات اللازمة الذي يقوم بها مريض السكر يا دكتور؟ الحقيقة مريض السكر لازم بيبقى له ملف عند المستشفى أو الجهة اللي هو مؤمن عليه فيها أو عند طبيب السكر، لأن في فحص دوري دايما، يعني غير قياس السكر في حاجة بنسميها أو بتسمى الهيموجلوبين السكري، وده بيقيس ضبط السكر خلال الثلاث شهور. أجهزة السكر اللي هي المنزلية أو البسيطة اللي بنسميها الهوم مونيتورينج دي مهمة جدا، عشان دايما المريض بيعمل خريطة للقياسات، وعن طريق الخريطة دي بيقدر الدكتور يظبطه. مش كده وبس، في بقى ما وراء ضبط السكر فحص العين بشكل سنوي، فحص وظائف الكلى ونسبة الزلال اللي في البول بشكل سنوي، فحص الدهون الشاملة اللي في الدم، فحص الأوعية الدموية، الاهتمام بالقدم جدا. فاحنا عندنا مريض السكر مش قضية علاج وأرقام، لا، مريض السكر ده لأن السكر مرض في الأساس بيصيب الأوعية الدموية، فبالتالي ما فيش منطقة في الجسم بيروح لهاش وعاء دموي، سواء إذا كان مايكروفاسكولر أو ماكروفاسكولر على مستوى الأوعية الدموية الكبيرة أو الصغيرة. وبالتالي كل جزء في الجسم لازم له برنامج دوري، ولازم المريض يعرف ان له زيارة مثلا زي ما انا قلت عند طبيب العيون مرة كل سنة، عند طبيب الكلى او عند استاذ البطنة اللي بيتابعه او استاذ السكر اللي بيتابعه. ففي مناطق كتيرة جدا، لان احنا ما بنستناش المشاكل، دايما الكلام على البرايمري بريفنشن اللي هو انك قبل المشكلة ما تحصل انت تعرفها. وده سؤال الحقيقة بشكر حضرتك عليه، عشان المريض مش يهتم فقط بالاعراض. ما هي الوقاية من مرض السكر فندم؟ لو احنا بنتكلم على النوع الثاني اللي هو النوع الاكثر شيوعا اللي بيمثل الغالبية من الناس، النوع الاكثر شيوعا ده علشان تقي نفسك منه بالتأكيد هنقول حافظ على وزنك، وزنك ما يزيدش، لان معدلاته مع الناس اللي عندهم سمنة او قابلية للسمنة اكتر. اذا كان في عنصر وراثي في الاسرة، حط نفسك دايما تحت قائمة اكل فيها نوع من الانضباط او الاعتدال. مش هنقول ابدا انك انت تحرم نفسك من حاجة، ولكن خليك انسان معتدل جدا. دايما قوم بفحص شام دوري وفحص شامل للكشف المبكر، لان احنا عايزين لو هيجي لك السكر نكتشفك فيما قبل السكر او ما قبل انك انت تبقى مريض سكر. وبالتالي حافظ على وزنك، خليك معتدل في اكلك. طبعا في بعض الانواع من الادوية ممكن تسبب السكر، وبالتالي بنكلم زملائنا الاطباء ان لو كان الدواء ده معروف ان هو بيصيب الانسان بالسكر او يسبب، خلي العيان تحت عينك عشان تكتشفه، ولو قدرت تتجنب تتجنب. دي يمكن اكتر ثلاث نصايح مهمة نقولها للناس.
طيب بمناسبة شهر حلول شهر رمضان، تنصح مريض السكر في شهر رمضان بيه يا دكتور؟ انصحه واحنا خلاص داخلين على رمضان زور طبيبك دلوقتي، لان عشان يبقى رمضان كويس بالنسبة لك لازم ما قبل رمضان تكون منضبط، ودي نقطة مهمة قوي. نمرة اتنين، بالتأكيد انت محتاج لضبط علاجك، لان في بعض الادوية اللي بتتاخد ما قبل رمضان ممكن اثناء رمضان لطول فترة الصيام 14 ساعة و 16 ساعة تدخلك في اكبر مشكلة. احنا الحقيقة ما بنخافش على ضبط السكر قوي، لكن احنا بنخاف من نوبات انخفاض السكر، يعني عكس ما الناس متوقعة احنا خايفين لان لخبط في رمضان، لو حصل شوية لخبطة على خفيف من الممكن ان احنا نلحقها، لكن في لو انت ما تزبطش دواك اللي كنت بتاخده قبل رمضان وجرعة الانسولين اللي كنت بتاخدها قبل رمضان ممكن اثناء الصيام تدخل في انخفاض في السكر. ولو حصل ده لو سمحت افطر، افطر بسرعة، لان نوبة من انخفاض السكر كانت تسبب مشكلة ما نحبهاش. فأنا أتوقع أن أشكر حضرتك دكتور، شكرا على المعلومات الطبية. أنا اللي بشكرك جدا على الفرصة. شكرا فندم.